مشاهدينا بنرجع من كافي معكم، ومثل ما شايفين الستيج مثل ما مبين ناقصه فرح يوسف، ولكن لسوء الحظ في ظروف خارجه عن ارادتنا وعن اراده فرح يوسف يمكن ما راح تكون موجوده معنا بهالحلقه، ولكن مثل ما قلنا لكم نحن برنامج لايف وظروف اوقات بتعكسنا بشكل مش على ذوقنا ومش على ذوق المشاهدين، لانه انا بعرف انه كتار منكم كانوا ناطرين فرح يوسف، ولكن بنوعدكم انا ومحمد انه لابد يمكن الاسبوع القادم من انه نعمل جهدنا ونطلب من فرح كمان انه هي تعمل جهدها كرمال تكون موجوده معنا. مزبوط محمد، بتوعدنا انه راح نجرب الاسبوع القادم؟ والله لا لا، يعني خاصة انه هي عندها يعني حفلة بكرة. ما اعتقدش طبعًا، لان هي طبعا على سفر وكده. نعم، وطبعا يعني التأخير اللي حصل النهاردة وكده، ف كان لظروف طبعا خارجي يعني. بالضبط. طيب رح نشوف نحن والمشاهدين طبعا الدقائق الأخيرة من هالبرنامج موضوع نحكي نحن وياكم، هو الموضوع كتير ظريف بسيط ولكن كتير عميق بنفس الوقت. يعني أنا اليوم محمد وقت أسألك كيفك أنت، كيفك اليوم؟ كيف مزاجك؟ ما بجاوبك، ما بسمعك، بتكون عم بتجاوبني، بتكون عم بتخبرني شو يعني فيك، وبدي يمكن تخبرني. يمكن تقول لي انه مثلا عندي هالقد مشكله او 1 2 3، بس انا بكون عم بسالك كيف. دايما يقول لك الحمد لله. مزبوط، سواء احنا كعرب يعني تعودنا ان احنا في كلام كده بنقوله بصفه مستمره كده على طول، يعني مش بس تحت عرب اي ظروف، بس مش بس عرب يعني، حتى هون بامريكا بيقول هاي هاو ار يو، ما بينترك. لا لما بيكون متضايق شويه ولا حاجه بيقول لك يعني don't feel that good. So far so good. بس بتعتقد انه الشخص المقابل بينطره تيشوف شو مشكلته؟ بتعتقد انه في عالم عم تنطر وتسال؟ مزبوط، مهتمه انه شوفوا الشخص؟ ما بعرف يعني. يعني يمكن يكون في مفاجاه عندنا دلوقتي هتغير المسار كله ويكون معانا. في مثل بالانجليزي بيقول better late than never، او ميفو تاخ كجامي بالفرنساوي. هتفرحنا. تفضلي تفضلي. مرحبا. هاي اخبار؟ الحمد لله. انا هاي فرح. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. تفضلي. انا بديك تقعدي هون. تفضلي تفضلي. يعني المشوار بعيد فرح، ولكن كتر خير الله انك وصلتي لعنا بخير وسلامه. اول شيء كيفك؟ هاو دو يو فيل؟ لا تمام الحمد لله، الامور بخير وجيده ومنيحه ومبسوطه، بس كثير عندكم برد انتم. كثير عندنا برد. ده اول البرد لسه يعني. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. لفيتي كثير في امريكا؟ تقريبا هلا صاروا تقريبا 10 ولايات. صاروا 10 ولايات. طيب كيف لقيت الاقبال الجمهور على فرح يوسف؟ والله كان كثير حلو الحمد لله. انا بصراحه تفاجأت كثير، يعني انه نعمل الحفله وهيك، بس انه كثير حلوين الحفلات. يعني انا عملت تور السنه الماضيه، بس هالمره مبسوطه اكثر بكثير. طيب شو سر فرح العالم؟ انه هالتألق المستمر والزايد عام بعد عام، شو سر؟ هل هو الاقبال العالم الكبير على الفيديو تبع فرح يوسف على اليوتيوب؟ يعني ما شاء الله بتشوفي كل فيديو عليه thousands and thousands of viewers. أيوة، والناس بتصنتي بالملايين. بالملايين حتى. مزبوط. بس كمان في عندي مشكلة أنا كمان، يعني هو بصراحة كان يمكن ممكن يكون العدد أكبر بكتير، بس المشكلة يعني أنه شوية على السوشيال ميديا سيريا it's not targeted، يعني أنه منا كتير، فيعني هي مشكلة بيوقع فيها السوريين الفنانين اللي مثلنا هلا. بس فرح يعني بوضعنا، بس الحمد لله العالم عم تنصفنا، يعني مش عم ابدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك واحنا بنحضر للبرنامج وبنقول فرح، يعني انا ما فيش حد كلمته ما يعرفش فرح يوسف. الحمد لله رب العالمين. ويمكن انت شفتي ده الانعكاس ده على الجمهور هنا في امريكا. صح. بتغني انواع كثيره من بلغات مختلفه باشكال مختلفه، فيمكن احنا تاخرنا شويه، يمكن التاخير اللي حصل ده، فعايزين نلحق بقدر الامكان نستفاد ونفرح مع فرح الليله دي. فنسمع منك حاجه بسيطه، يعني اول حاجه تختاريها انت.
أيوة بس أنا أول شيء أنا بعتذر على التأخير، بس إنه كتير عجقك كان هالطريق. أنا عارف أنا عارف نيويورك طبعاً صعبة يعني. أيه كتير عجقك. وعلى فكرة عجقك من بيروت والشام بسم الله هون. أكيد. هاي المنطقة مع إنه الشام كتير مشهورة بعجقت على فكرة ما بعرف إذا. بديك تعوضينا فإذاً المايك قدامك وبديك تسمعينا شيء وأنا بدي سلطن. وعلى فكرة فرح صممت إن هي تغني من غير فرقة ومن غير حاجة خالص يعني. أيه. ده إحنا بنقابل كتير مطربين وبنقابل فنانين. وتقريبا نادرا ده ما بيحصل ان هي طلبت ان هي تغني بصوتها فقط. ايه شو بتحبوا تسمعوا؟ انت شو بتحبي تسمعي؟ انت تختاري لنا اول حاجه منك انت. شو طالع عبالك؟ احكي لي احكي لي عن بلدي احكي لي انا السين اللي ماري عالشجر مقابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولي حكاية طويلي حكيلي حكيلي. هاي بداية عن بلدي. بوجه تحية لكل الشعب السوري، بوجه تحية لبلدي الحبيبة سوريا. أنا بحبكم كتير لكل اللي عم بشوفونا هلأ اليوم، وإن شاء الله يا ربي الله يفرج عن بلدنا وعن كل البلاد يا ربي. يا رب سوريا في قلوبنا جميعا. وأنا شايف يعني دموع في عينيك وانت بتغني. كيف ممكن لازم يعني كيف ممكن نحس باليأس فرح وانت عندك هالصوت الرائع؟ بالفعل يعني انت never, انت never عندك بتحس يعني ابدا ما بحس ابدا بالياس الحمد لله. طول ما لكي طول ما انت عم تمشي صح وطول ما انت واثقه من اللي عندك وعم تقدمي مزبوط ما في شيء بيوقف بطريقك بليف مي. طالما عندك البوتنشلز وعندك الاراده يو جو. طيب انت طلعتي من عرب ايدل وعملتي اغاني خاصه، صار عندك الالبوم جديد كرمال العالم تسمع فرح بفرح. على فكرة أنا ألبومي جاهز من أكثر من 3 أشهر. أوكي. بس القصة أنه مش عم بقدر نزله ومش عم يكون عندي وقت. يعني الحمد لله أنه all over middle east كان عندي concerts وهلأ تور بأمريكا وبعد عندي بكندا اللي بعد منه إن شاء الله هلأ في مشروع تور أوروبية بعد أمريكا كمان. حلو. فما بعرف أنت بدي نزل. وعلى فكرة أنا قابلت راغب من كم شهر كان هنا بيعمل حفلات. راغب علامة طبعا النجم الكبير. وكلمنا على فرح. قال لي دايما كل ما اروح حته يقولوا لي البنت الحلوه السوريه اللي بتغني. البنت الحلوه السوريه اللي بتغني هي البنت الحلوه السوريه. مزبوط. يلا احنا عايزين نسمع. عندك بقى شك انه كل السوريات حلوه؟ كل السوريات حلوين. انا البلد حلوه. بدي وجه فرح من يعني من هالست هيدا بوجودي. بدي وجه تحيه لصديقتي ولحبيبه قلبي من اجمل البنات السوريات بعد اذنك طبعا رولا محفوظ حليمه. هي يعني صديقتي وسوريه وحبيبه قلبي. بس نحن بدنا نرجع لفرح وبدنا نسمع منك يعني اغاني هيك مثل انا هويت وانتهيت. انا هويت انت كل اللهجات يعني احنا يعني عندنا حريه نختار انجليش ايطاليان فرنش عربي شو يعني كل اللغات وكل اللهجات. يس. نسمع انا وهويت. انا هويت وانتهيت هو دور لسيد درويش طبعا ده يعني من عمالقة الفن المصري يعني ولا يمكن حد يغنيها من غير ميوزك يعني فاحنا هنسمعها من فرح. يلا ان شاء الله يا رب. الحب
تضيء على فكرة الحفلة غدا بكرة عندك انت الحفلة بكرة يا صاحبي نيو جيرسي بكرة في نيو جيرسي على فكرة انا بدي اقول لفرح انه عن جد دخلتي الفرح لقلبنا ودخلتي بهالحلقة بالتحديد يلي فيها اجمل فرحة عيد ميلاد محمد يلي هو عيد ميلاد لك ومحمد انت وابنك خلقانين نفس المحل يعني والله مفاجأة انا عايشة يعني فرح birthday to you happy birthday to you happy birthday to محمد happy birthday to you thank you thank you بس احنا عايزين نستمتع هاي مني لك انا لو عارفه thank you thank you والله انا ما اعرفش انا كمان والله انت اجمل انت اجمل هديه لنا فرح انا بدي اطلب منك اغنيه اخيره وانت عم بتغني بدنا هيك محمد يعمل ويش ميك ويش على صوت فرح بس انا احب كثير اسمع منك لشحة حبك ايه روعه طيب اوكي فاذا بدي اقول بس باي للمشاهدين وقول لهم انه الاسبوع القادم ان الله راد نحن عندنا موعد ثاني نحن وياه هون وبقول لهم سوري على التاخير والظروف يلي حصلت كان بدنا فرح انا بعتذر جدا انا بعتذر من كل المشاهدين اللي عم بيشوفونا اليوم بس سيريسلي كان كتير كتير عاشق الطريق توعدينا بالرفقه عم تطلج كمان مش هنسيبك خلاص كده احنا لا خلص وعلى فكره بكره الحفله في نيوجيرسي بكره حفل فرح بكره في نيوجيرسي تابعونا على الفيسبوك هتلاقوا بالظبط يلا فرح سامعينا يلا لا 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 يا عين الحب لا 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 تخافي علني يا حبك لا تخافي ربك حلله كسر الملل كسر الملل بذوبك الدافي وعم النظر عن طريق تضللو يا 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 عين أنا لشحات حبك من عند الله شحادي وأنا لعبات حبك من بعد الله عبادي وعيني يوم الفرحة يوم ألمح عيونك لمشي عدروبك خفا والله وأنا